يناقش فيها لصبر الشعب حدود في خطاب بتيلي، لكنه يعرف أيضا أن على حريتهم قيودا وراءها قيود. شرقا وغربا السؤال الأكبر أي مسافة بين أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع الكبرى، والسؤال الراهن ما الذي منع إقامة الانتخابات الصغرى كالبلديات في جغرافية دون غيرها. وفي الحاضر لمحة من القادم في حوارية الليلة، نفتح النافذة ونقيم المدى المنظور ونسأل هل البيئة الأمنية مستعدة لاستحقاق مليوني ناخب. نناقش هذا الموضوع في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها مع خديجة بن رحمون. شكرا نبيل. إذن تتابعون في نشرتنا الليلة. النائب العام يشكل لجنة تحقيق في لقاء المنجوج بوزير خارجية الاحتلال واستجواب المعنيين. وخلال لقائه بعقيلة، باتيلي يجدد مطالبته بتشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات. حركة في الأسواق قبيل ساعات من انطلاق العام الدراسي، والتعليم تؤكد توفر الكتاب المدرسي. يشاركني في تقديم نشرة الليلة آزم علي. شكرا خديجة. في نقطة نقاش تتابعون، مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مع المنظمة العربية لتنمية الزراعة لتطوير الإنتاج وأكثر البذور المحصنة. وبحسب الحكومة، تهدف المذكرة إلى تزويد البلاد ببذور محصنة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. فما هي القدرات الزراعية المتوفرة بالبلاد والتي يمكن أن ترقى بالقطاع الزراعي؟ وما هو موقف الدولة للمساهمة في تجاوز المشاكل التي ظلت تعيق المزارعين؟ في ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. إلى حمزة ومازن، شكرا. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، وفد ليبي تجاري يبحث في تركيا تطوير التعاون الاقتصادي وإقامة المنتديات التجارية بمشاركة الغرف التجارية من الجانبين. ولدينا في الجولة الرياضية، اتحاد الكرة يجتمع في 10 سبتمبر للكشف عن مدرب المنتخب وإعلان موعد انطلاق الدوري الممتاز. هذه عناوين الليلة مشاهدينا، منا فلقاكم على رأس الساعة المقبلة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر النائب العام الصديق السور قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي لكوهين ومخالفتها لقواعد ليبيا بشأن مقاطعة الاحتلال. أسند قرار النائب العام إلى اللجنة مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة من واقع تقارير جهاز المخابرات، فضلا عن قيام اللجنة باستجواب من دعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة. هذا وقال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إن انتشار عناصر الداخلية ليس لقمع المتظاهرين وإنما لتأمين الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح طرابلسي أن هناك من وصفهم بالمندسين داخل المتظاهرين الرافضين للقاء المنقوش مع المسؤول الإسرائيلي، استغلوا الأوضاع للمطالبة بتغيير الحكومة. وأكد طرابلسي أن موقف حكومة الوحدة متوافق مع قرار الشعب، مشيرا إلى بيان رئيس الحكومة الذي أعلن فيه رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. إلى ذلك، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقدير الفلسطينيين لموقف ليبيا الرافض بكافة مكوناته للتطبيع. جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجرهما هنية مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالى والمفتي العام شيخ صادق الغرياني، حيث أكد تكالى أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لليبيا. بينما أكد المفتي العام أن الشعب سيواصل المسيرة مع الفلسطينيين وسيبقى متيقظا أمام محاولات إخفاق الإجماع الوطني والسياسي وفق قوله.
معي عبر الهاتف من اسطنبول المحامي لدى المحكمة العليا والخبير القانوني عبد الباسط الحداد. سيد الحداد، يعني ما هي صلاحيات هذه اللجنة التي قام بتشكيلها الصديق الصور في قضية سياسية إلى حد ما تتعلق أو مثل قضية المنقوش والكيان الإسرائيلي؟ مساء الخير وتحية طيبة لكم ولكل السادة المشاهدين. بداية، القضية أو هذا الموضوع ليس موضوعا سياسيا فقط. صحيح تختلط فيه السياسة مع القانون، ولكن نحن في ليبيا يوجد قانون يجرم أي تعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. هذا القانون صادر عام 1957 ويحمل رقم 62 ونافذ. القانون رقم 62 لسنة 1957 ولا زال نافذ إلى يومنا هذا، ومعمول به، يعني جميع السلطات في ليبيا تعمل به. فهذا القانون يحظر أو يمنع لكل شخص ليبي أن يعقد أي اجتماع بالذات أو بالوساطة، أي اتفاق أو أي اجتماع مع أي مؤسسة أو كيان أو مسؤول أو حتى يعني شركات تجارية وغيرها تنتمي إلى هذا الكيان. ويعاقب هذا القانون كل من يخترق ذلك وكل من يقوم بهذا الفعل المحظور بالسجن من 3 إلى 10 سنوات. بالتالي هذه يعني أي تصرف من هذا النوع وإن كان في طابع سياسي، ولكن السياسة لا يجوز لها أن تخترق التشريعات النافذة، خاصة القوانين الآمرة والتي هي من النظام العام في ليبيا، واللي لا يمكن لأي شخص أن يخترقها. فسواء كان، يعني طبعا احنا للأسف الشديد دائما وابدا أن الناس في هذه السنوات يتكلموا بالسياسة ويقولوا أن السياسة هذه أمور سياسية المفروض القانون ما يتدخلش فيها، لكن لا، للأسف القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة يجب تطبيقها على كل من تنطبق عليه النصوص الموجودة. احنا كما ذكرت لك القانون رقم 62 لسنة 57 لا زال نافذ وساري إلى يومنا هذا، ويحضر مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات، وبالتالي من قام بارتكاب هذا الفعل ينطبق عليه هذا القانون، سواء كان كما ورد في خلال الأيام الماضية تقارير صحفية ثم عقبها بيان من رئيس مجلس الوزراء وقرار حتى من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب تصرف معين وهو لقائها بوزير خارجية الكيان الصهيوني. للأسف الشديد هذا الأمر ربما ارتكبه حتى ليبيون آخرون. سمعنا بعض التقارير الإعلامية اللي تناولت هذا الخبر أكثر من مرة. طيب، يعني في هذه النقطة، وكما أشرت أنت إلى الجانب القانوني سيد الحداد أو شخص معين، كل ما في هذه النقطة سيد الحداد، إذا كنت في الاستماع، يعني أكثر من شخصية تم ذكرها في هذا التقرير من خلال هذه الصحيفة الإسرائيلية، ليست المنقوش فقط وإنما عدة شخصيات وأسماء أخرى، وبالتالي إذا ما كان هناك تشكيل لجنة قانونية للتحقيق وتقصي مبلغ الضرر وكل ذلك، هل ستتناول كل هذه الشخصيات أم أنها مقترنة فقط بالمنقوش كوزيرة للخارجية؟ طبعا هو كون أي شخص يخترق هذا النص ويقوم بفعل، يعني عقد لقاءات مع أي مسؤول من الكيان الصهيوني، هذا الفعل يشكل هذه الجريمة، وبالتالي هذه جريمة لا يتطلب فيها المشرع للنيابة العامة لا طلب ولا إذن ولا قرار تشكيل لجنة. يفترض النائب العام يحقق مباشرة في هذه الوقايع، والآن ما دام فيه لجنة شكلت بهذا الخصوص يجب أن ترفع تقريرا موسعا على النائب العام عن هذه الوقائع كلها، كل من اخترق هذا القانون، قانون رقم 62 لسنة 1957، يجب أن يحال للتحقيق فيما نسب إليه. فإذا ثبت أنه قام بلقاء بشكل أو بآخر، سواء مش شرط أنه يحمل صفة هذا الشخص، يعني القانون بالنسبة للقانون الليبي لا يجرم هذا الفعل لمن يحملون صفة اعتبارية أو يعني يمسكوا مناصب معينة. حتى مواطن لا يملك أي منصب ممنوع عليه أنه هو يتواصل مع الكيان الصهيوني أو أي
لا في نشاط تجاري ولا في نشاط اقتصادي ولا في نشاط رياضي ولا في نشاط سياسي ولا في أي نوع من أنواع الأنشطة. فيفترض أن أي شخص ارتكب مثل هذا الفعل سواء كان ممن يعني وزيرة الخارجية الحالية أو غيرها من أشخاص آخرين. وإحنا سمعنا تقارير صحفية تناولت أن خليفة حفتر وأبناء عندهم علاقات مع الكيان الصهيوني. يفترض أن التحقيقات تطال هذه الأمور، خاصة ما أعلن عن طريق الصحافة الإسرائيلية نفسها. بعض الصحف الإسرائيلية تكلمت عن عدة لقاءات ارتكبت في هذا يعني أو حصلت من قبل بعض الأشخاص الليبيين. يجب أن تأخذ هذه إذن وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك النائب العام التحقيق فيها جميعا، المحامي لدى المحكمة العليا والخبير القانوني عبد الباسط الحداد، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات. جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في بنغازي، أكد خلاله ضرورة بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. الحكومة الأخرى للإشراف على الانتخابات، النغمة المتكررة من الأطراف وجدت أخيرا صداها لدى الرعاية الأممية والدول الفاعلة. هل بات المسار نحو صناديق الاقتراع واضحا أخيرا؟ للمطالبين رؤية وللبعثة الأممية شروط. يصف المبعوث الأممي عبد الله باتي للحكومة الأخرى المفترضة بالموحدة، ويشترط أن تكون بالتوافق مع جميع الأطراف الرئيسية. أشار إلى ذلك خلال لقائه زعيم معسكر الداعين إلى تشكيل حكومة كشرط قبل إجراء الانتخابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. لم ينته اللقاء دون ذكر العقبة الكبيرة الأخرى، ضرورة الإسراع في إنهاء القوانين الانتخابية للجنة 6+6. في لعبة التوصيفات والمصطلحات، كيف سيكون شكل المسار في المرحلة المقبلة؟ لم ينتظر باتيلي طويلا لتوضيح قبوله المشروط. قال إن البلاد بحاجة لتشكيل حكومة موحدة لا حكومة مؤقتة. أراد بذلك ربما تأكيد الاعتراض على تشكيل حكومة ثالثة في ظل وجود حكومتين، والتأكيد على تشكيل حكومة موحدة تأتي نتاجا لتوافقات ربما بين الحكومتين. يسمي باتيلي مساره الجديد الاتفاق السياسي الشامل. أرادت واشنطن فك بعض الشفرات الغامضة. قال مبعوثها ريتشارد نورلاند إن ما يقترحه باتيلي وتؤيده واشنطن هو جلوس المجلس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى حكومة الوحدة وخليفة حفتر إلى طاولة واحدة للاتفاق على خريطة طريق تبحث شروط الترشح للانتخابات والحكومة التي ستقود البلاد إليها. كيف سيكون موقف الأطراف من الطرح الأممي المدعوم دوليا؟ ما يريده عقيلة بشأن الحكومة أكثر من ذلك، يطالب بتشكيل حكومة جديدة من خارج الحكومتين ويرفض أي طرح آخر. لكن بيجي سيد دبيب ويدرجوا حكومتين، لماذا سحبت منا حكومة دبيب الثقة؟ الأسباب لا زالت قائمة بل ازدادت سوءا يعني أخيرا، وبالتالي هذا أمر غير واقع. سابقا كانت رؤية المجلس الأعلى للدولة مشتركة مع النواب. سيتعين الانتظار حتى يوم الثلاثاء المقبل لمعرفة موقفه الرسمي من الملفات المطروحة في جلسته الرسمية الأولى برئاسته الجديدة. في كل مرة يبدو أن المشهد يخطو خطوة إلى الأمام يتراجع واقعا خطوات إلى الوراء. أي الأوصاف الجديدة ستحمل الحل المنتظر لأزمة تكثر أبعادها كل يوم؟ انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي ناصر أبو ديب. أهلا بك سيد أبو ديب. هل بات الخلاف والقطيعة التي شهدناها الفترة الماضية بين مجلس النواب وبين البعثة الأممية قد انتهت بهذه الفكرة الجديدة، فكرة الحكومة الموحدة؟ مساء الخير سيدة خديجة لك وللسادة المشاهدين. شوفي، أعتقد أن حتى زيارة باتيلي إلى عقيلة صالح هي تأتي ضمن حتى الأحداث التي جرت مؤخرا في العاصمة طرابلس ومدى تأثيرها على
لجنة 6+6 ومخرجات هذه اللجنة. أما ما يذهب إليه عبد عقيلة صالح بأنه يريد حكومة واحدة موحدة، نحن مع حكومة واحدة موحدة. يستطيع رئيس هذه الحكومة أن يذهب أو يتجول في ليبيا بدون قيد أو شرط، ولكن ما هي آليات هذه الحكومة وكيف سوف يتم الاتفاق على هذه الحكومة؟ نحن نعم مع ذهاب حكومة الدبيبة ومع ذهاب أيضا الأجسام الأخرى، ولكن ما هي الآلية؟ هل الآلية أن يأتي مجلس أعلى للدولة والنواب بحكومة أخرى، أم هل بدمج هاتان الحكومتان، والتي أعتقد أن أستبعد دمج هاتان الحكومتان؟ ولكن السيد باتيلي يريد حكومة موحدة، لا يريد دبيبة وحده وحماد وهذه الحكومات، وأيضا استبعد فكرة الحكومة الثالثة خارج هاتان الحكومتان، أي بمعنى عندما تشكل الحكومة الثالثة سوف يتم بالضرورة إقصاء هاتان الحكومتان. الإشكال هو الذي وقع الآن موجود، هو من سوف يشكل هذه الحكومة؟ هذا هو الإشكال. نعم، هذه بالفعل نقطة مهمة. هل هذه الحكومة نعم، هذه نقطة مهمة سيد بوديب. نعم. حتى أنه تم الحديث عن نعم. إمكانية جلوس كل من المجلس الرئاسي، النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى حكومة الوحدة وخليفة حفتر، إلى طاولة واحدة للاتفاق على خارطة الطريق وطريقة ربما تشكيل هذه الحكومة. لكن ما مدى إمكانية ذلك؟ ما مدى إمكانية جلوس هذه الأطراف على طاولة واحدة اليوم؟ لا لا لا، لا أعتقد أنه هذه الأطراف يمكن لها أن تجلس في طاولة واحدة. يعني هل يمكن للدبيبة أن يجلس مقابل حفتر أو مجلس الأعلى للدولة أو المنفي وعقيلة صالح؟ وإذا كان هناك بالفعل حكومة أخرى، ما علاقة الدبيبة في الجلوس في هذه الجلسة؟ يعني هل لأنه سوف يتم إرضاء عبد الحميد دبيبة، أم أن عبد الحميد دبيبة سوف يبقى هو رئيس حكومة ومن تم يمكن تشكيل وزراء آخرين؟ هذه الفكرة أعتقد أنها لن تكون صحيحة ولن تحدث هذه الفكرة. إذا أرادوا حكومة لابد من أن تخرج لنا لجنة 6+6 قوانين يتفق عليها الجميع، وقوانين صالحة بالفعل للذهاب إلى الانتخابات، وهذا بطبيعة الحال مستبعد، خصوصا ما أشار إليه رئيسا اللجنة 6+6 مؤخرا بأنهما لم يتم الاتفاق على تعديل 6+6 إلا اللهم ما تحدث به السيد صريتي وقال أنه بعض الأمور الفنية ولكن الجوهر لم نتدخل فيه. طيب ما نوع هذه المعوقات سيد الديب التي تمنع الإسراع في إنهاء هذه القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6 وبالتالي فرصة التقدم ربما خطوات حتى نحو الاستحقاق الانتخابي؟ لا، هو أساساً الأساس هو الذي عرقل، اللي هو التعديل الثالث عشر، التعديل الدستوري الثالث عشر هو الذي عرقل، ونعلم أن هناك حتى قضايا رفعت في المحكمة من أجل ذلك، وننتظر وتنتظر حتى بعض الجهات الأخرى ومن ضمنهم أعضاء مجلس أعلى للدولة الذين قاموا بهذه الدعوة في المحكمة. الأساس هذه القوانين وهذه اللجنة هو باطل لأنهم جاءوا بالتعديل الثالث عشر، فبالتالي عندما يكون الأساس هو غير صحيح فحتى 6+6 الآن هم وقعوا في إشكال. لماذا؟ لأنهم الآن خرجوا علينا ببعض القوانين والتي لم ترضي لا العقيلة صالح ولا حفتر ولا المجلس الأعلى للدولة، فبالتالي الآن هذه المعطيات وفتح هذه القوانين دستوريا لا يمكن فتحها، لأن التعديل الثالث عشر يمنع عليهم ذلك، بمعنى أن ما ذهبوا إليه في بوزنيقة مؤخرا يجب أن هو هذا هو الذي يمرر. إذا فتحوا هذا التعديل إذن هناك إشكاليات أخرى، هناك جهات أخرى تريد أن تكون هي موجودة في هذه التعديلات الانتخابية، لأنه لا يمكن بطبيعة الحال أن تقوم هذه اللجنة بإرضاء حفتر وعقيلة صالح دون الأطراف الأخرى، فهذا أيضا إشكال. لا تستطيع لجنة 6+6 أعتقد الذهاب وفتح هذا الملف، وهذا ما يعيق، وهذا ما ذهب به أعتقد النباتيلي إلى 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 عقيلة صالح من أجل الحديث في هذه الأمور، لأن الأمر أصبح معقد، وأعتقد أن الطريق أصبح مسدودا أمام كل هذه الجهات من أجل الذهاب إلى قوانين انتخابية أو حتى تشكيل حكومة أخرى. المحلل السياسي سيد ناصر أبو ديب كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، شكرا جزيلا لك. قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن كبير إن كافة المدن والمناطق ستشهد انطلاق العام الدراسي في وقته المحدد
يوم غد الأحد. هذا وأفاد الكبير في تصريح للأحرار بتوفر الكتاب المدرسي وتخصيص ميزانية تشغيلية للمدارس بلغت 85 مليون دينار. عام دراسي جديد ينطلق، والجديد فيه أنه مختلف عما سبقه، فأزمة الكتاب المدرسي قد حلت هذا العام، والكتاب جاهز للتوزيع في أول أيام الدراسة. الشركة العامة للطباعة والورق أعلنت تمكنها من طباعة 3 ملايين نسخة من الكتاب المدرسي استعدادا للعام الدراسي، معربة عن استعدادها لتطوير وتحسين مستوى الأداء لتلبية احتياج قطاع التعليم الأعوام القادمة. ومع انطلاق الدراسة وزعت الكتب المطبوعة على كافة المؤسسات التعليمية كما يقول وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ويشير إلى أن عدد الطلاب المقيدين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بلغ 2.5 مليون طالب، وهو تعداد يمثل 40% من سكان ليبيا. ولتيسير العملية التعليمية خصصت الحكومة 85 مليون دينار كميزانية تشغيلية توزع على المدارس. وعنها يقول وكيل وزارة التعليم محسن الكبير للأحرار إن 80% من هذه الميزانية قد وزعت فعليا على المؤسسات التعليمية. ويضيف الكبير أن الدراسة ستنطلق في كافة المدن الليبية، لافتا إلى أن عدد الطلبة واتساع الرقعة الجغرافية مثلا تحديات للوزارة خلال عملها على بدء الدراسة. وبالنسبة للطلبة وأولياء الأمور فإنهم يشيرون إلى جوانب أخرى تمثل صعوبة لهم، ولعل أبرزها أسعار الحقائب والأدوات المدرسية، كما ويتخوف آخرون من الوضع الأمني الذي قد يؤثر سلبا على المدد المحددة لسير العملية التعليمية. ساعة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد والزي المدرسي من أهم عناصر العملية التعليمية، حيث شهدت المحلات والأسواق إقبالا من أولياء الأمور. هذا وقد عبر عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من ارتفاع أسعار المنتجات ذات الجودة العالية دون غيرها. الأسبوع الأول من شهر سبتمبر موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 ميلادي. الزي المدرسي وتوفيره هو الشغل الشاغل للآباء والأمهات. محلات بيع الزي المدرسي بزاوية الدهماني تشهد اكتظاظا منذ نحو أسبوعين، وزادت بشكل مكثف هذه الأيام. الزحمة لا بادي أسبوع، ولكن الزحمة زحمة الأيامات هذه الأخيرة، في حاجات نقصت في حاجات زادت، زي البداية العددية متاع بنوي توا الكتيري نقصوا، العدد الأولاد زاد شوية مش هالبعد، في الصيني في التركي في المحلي في شن تبي فيه، في حتى في ناس تخيطك بروحها مجهود أدتية يجي يبيعولك من عاديات، يعني حتى الناس عادية يجي تبيع لك. أولياء الأمور عبروا عن قلقهم من أسعار المنتجات ذات الجودة العالية مقارنة بغيرها، غير أنهم في العموم لا يملكون تغيير هذا الأمر، فالزي شيء أساسي في العملية التعليمية. بنقول لك في متناول الجميع، معناتها بنجامل عرفت بقول انها عالية، معناتها حتى هي اصلا يعني بنضع اللوم عليه مثلا التجار وكذا، ولكن الامور تعتبر شبه طبيعية، يعني شبه طبيعية، ولا لا في مقارنة بالعام الماضي ولا الاعوام اللي سابقة زايد. ينطلق الفصل الدراسي الاول في 3 سبتمبر وينتهي النصف الاول منه في 21 ديسمبر هذا العام، على أن تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر إلى 4 يناير من العام القادم، وستكون عطلة نصف العام من 7 إلى 18 من الشهر نفسه. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. هذا ويتزايد الإقبال على محلات القرطاسية والمكتبات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد لشراء الكراسات والأدوات اللازمة للتلاميذ والطلاب. وتشهد الأسواق هذا العام وفرة في البضائع، ما ساهم في خفض أسعار الأدوات المدرسية وزيادة الخيارات أمام أولياء الأمور. نتابع. تشهد المكتبات ومحلات بيع القرطاسية والأدوات التعليمية إقبالا كبيرا هذه الأيام مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد والذي يبدأ مبكرا هذا العام. الشنط تقل من عام أول، في أسعار كويسة، والكراسات زي كل سنة، والباقي كل شيء متوفر الحمد لله، يعني أدوات تامة وفي إقبال كويس، يعني مدام السنة هذه بدأت قراية بكر كويس، يعني حاجة كويسة.
أسعار الأدوات التعليمية المختلفة تتباين بحسب الجودة، فالجميع بمقدوره الحصول على احتياجاته بحسب قدراته المادية، لكن الأمر لا يخلو من استياء بعض المواطنين من الارتفاع العام في الأسعار لكافة السلع وغلاء المعيشة. أسعار جيدة حقيقة لكثرة العرض في السوق حقيقة، هذه من ناحية الأولى. ناحية الثانية، المعضلة اللي تواجه ولي الأمور هي تأخر مرتبات ومنحة الأبناء، هذه اللي شغلت بعض العائلات أو كثير الغالبية يعني حقيقة. فالآن هناك من لديه مدخرات يقدر يخش المكتبة، في اللي يستنى مازال، في اللي قالوا أعطونا فرصة ثانية. لكن الحقيقة العام الدراسي المبكر المفروض هناك توافق بين الحكومة و يعني في بيناتهم يعني التعليم ورئيس والحكومة. عام دراسي جديد يبدأ مبكرا على غير العادة، يستقبله الطلاب وكلهم أمل في أن يكون عاما استثنائيا في تحصيل العلم والتفوق والنجاح. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. وإلى سبها، حيث يستعد أولياء الأمور لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك بشراء كل ما يلزم لأبنائهم من أدوات مدرسية. قال التجار إن أسعار الأدوات المدرسية في متناول الجميع، بينما تباينت آراء عدد من المواطنين حولها. عام دراسي جديد يستعد له أولياء الأمور في مدينة سبها، وذلك بشراء كل ما يلزم أبنائهم من حقائب وأقلام وكراسات وأدوات ضرورية للعودة إلى مقاعد الدراسة. في إقبال على الكراسات، على الشناطي، على الأقلام. في بالنسبة للإقبال ما شاء الله، لكن يزداد بعد ما تبدأ المدرسة إن شاء الله تزداد الإقبال. والسنة هذه بصفة عامة الأسعار في تناول الجميع. ما شاء الله عندك شناطي اللي قبل كانت 55 تو عندك 35 40، وبالنسبة للكراسات حتى وفي الناس كل. بالرغم من ازدياد عدد المكتبات ومحال بيع القرطاسية في المدينة، فإن آراء المواطنين تباينت حول ارتفاع الأسعار والإقبال على الشراء، خاصة في ظل تأخر صرف المرتبات. معظم الليبيين ما فيش دخل إلا المرتب الدولي، فهذا سبب من الأسباب يخلي إقبال ما فيش كثرة زباين في المحلات. أتمنى لكل المحلات هذه أن يكون الأسعار يخفضوا الأسعار ويراعوا ظروف الناس. والله حد الآن في إقبال كبير على المكاتب، وأسعار يعني معقولة حد الآن، يعني معقولة جدا. يعني ما أردش إن في مكاتب إنها تزيد في الأسعار وتزيد فيه اللي مقابل الأسعار كل شوي من كثرة المكاتب. العودة إلى مقاعد الدراسة مجدداً ما هي إلا خطوة أولى في طريق عام دراسي طويل يأمل فيه أولياء الأمور بأن يجني أبنائهم ثمار العلم والمعرفة في نهايته. إذن مع دخول العام الدراسي الجديد، تعاني مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية في مدينة جالو من عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها، حيث طالب المسؤولون بها الحكومة بالتدخل السريع للصيانة فضلا عن نقص المعلمين وازدياد أعداد الطلاب. مع دخول العام الدراسي الجديد، تعاني مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الثانوي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية جالو إهمال إجراء أعمال الصيانة الدورية بها، فالمؤسسة تحتاج إلى صيانة شاملة تشمل دورات المياه والأرضيات والمقاعد والأبواب والنوافذ. بالنسبة للمدرسة تحتاج إلى صيانة كبيرة من ناحية الحمامات، من ناحية صيانة المقاعد، من ناحية السيراميك، الأرضيات متهالكة، الفصول، البيبان، تحتاج إلى صيانة. ونطالب الحكومة بأن بقرب وقت، لأن العام الدراسي مقبل في 3/9 إن شاء الله لحد القادم. كما تعاني المدرسة مشكلة نقص في أعداد المعلمين، خاصة مع بداية كل عام دراسي جديد، إضافة إلى اكتضاض الفصول الدراسية وزيادة أعداد الطلبة كل عام، إذ يوجد في الفصل الواحد أكثر من 50 طالبا، الأمر الذي يؤثر على عملية استيعاب الطلبة وتوصيل المعلومة إليهم من المعلم. طبعا المدرسة تعاني من أشياء عديدة، فمنها نقص عدد الفصول ونقص في المعلمين،
وكذلك بالنسبة لمرحلة الشهادة، مدح مرحلة الشهادة، فالعدد الطلبة يتجاوز 50 إلى 52 ما بين طالب وطالبة، فالأستاذ صراحة أنه يواجه صعوبة في نقل المعلومة للطالب، فكيف يوصل معلومة ل 52 طالب في فصل يعني مساحته بسيطة. إدارة المدرسة طالبت الوزارة بتقديم الدعم السريع، خاصة إجراء صيانات مستعجلة لبعض المرافق المهمة والحيوية حتى تسير العملية التعليمية بالصورة المطلوبة. هذا واستطلعت كاميرا الأحرار أراء أولياء الأمور وأيضا مدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد. نتابع. الأسعار تعتبر معقولة نوعا ما، يعني الأسعار يعني مخير، يعني المواطن مخير في التسعير الصراحة. يعني الحمد لله، لا ماشي إن شاء الله الأمور. الأسعار زايدة شوية ولكن ماشي الأمور الحمد لله. ثلاثة إن شاء الله، ثلاثة الحمد لله، بنية وزوز ليدات، واحد رودة وواحد صف الأول وواحد صف الثاني. بالنسبة للسنة هذه عام دراسي جديد، بالنسبة للطلبة موفقين إن شاء الله، بالنسبة للأسعار في متناول الجميع الحمد لله. وأنا أول يوم نعول اللي عندي زوز بنيات الحمد لله، الصف أول ابتدائي إن شاء الله. والله نفس كل عام يعني ماشي أمورهم، الشنط أقل من عام أول، فيها أسعار كويسة والكراسات زي كل سنة، والباقي كل شيء متوفر الحمد لله، يعني أدوات تامة وفي إقبال كويس، يعني مادام السنة هذه بدت قراية بكر كويس، يعني حاجة كويسة. والله زي ما تشوف استعدادات الناس للعام الدراسي الجديد والأسعار فيه متناول الجميع. أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، حاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، أعلنوا عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر في 30 أغسطس. هذا وقد أوضحوا بأن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، وأن اللجنة الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع للبيانات وحصر للثغرات في الإنفاق الحكومي. بعد صدور بيان من اللجنة المالية العليا قبل 3 أيام تؤكد فيها اعتمادها النظام الأساسي لعملها والبدء فعليا في التواصل مع الوزارات والجهات العامة في الدولة لتوحيد جداول الإنفاق وغيرها من المسائل الأخرى، أكد 4 أعضاء أنهم لم يشاركوا في صياغة هذا البيان ولا يعلمون أسباب صدوره. فاخر بوفرنة وعبدالله العبيدي وأحمد المرتضى وحاتم العريبي 4 أعضاء من أصل 17 عضوا يشكلون اللجنة المالية العليا التي يترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قالوا إنهم لم يتفقوا على آلية واضحة وأن اللجنة الفرعية لأبواب الميزانية ما زالت تناقش تعثرات الإنفاق العام. وفي سياق متصل ودون توضيح الأسباب الفعلية التي دفعته إلى ذلك، قدم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعسي استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا، وأرجع ذلك إلى مخالفة قرار تشكيل اللجنة للقوانين والتشريعات النافذة للدولة ولما نص عليه الاتفاق السياسي حسب قوله. بيان الأعضاء 4 واستقالة البرعسي قد تشير بشكل أو بآخر إلى وجود مشاكل داخل اللجنة التي تشكلت لتعزيز الشفافية في الإيرادات والنفقات وتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة الانتقالية. اليوم وبعد اجتماعات عدة في طرابلس وبنغازي ومصراتة يتساءل البعض عن مستقبل اللجنة المالية العليا التي بارك تشكيلها المجتمع الدولي، ويبدو أنها مهددة بالانقسام كغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة أنها جاءت لمعالجة المشاكل التي قد تطرأ في أبواب الميزانية العامة في ظل الانقسام المؤسسي. الآن مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية والزميل حمزة كليش. شكرا لكم.
بحث القنصل الليبي بمدينة إسطنبول صلاح الدين الكاسح ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيد مع رئيس الغرفة التجارية إسطنبول محمد أوغلو آلية تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري بين القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة في كلا البلدين. هذا واستعرض الاجتماع إقامة المنتديات والمعارض التجارية بمشاركة الغرف التجارية والمستثمرين من الجانبين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، حيث تم الاتفاق على تنظيم ملتقى أصحاب الأعمال بالعاصمة طرابلس ورفع مستوى التبادل التجاري. من جانبه طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيد غرفة التجارة التركية بالعمل على الدخول في شراكات اقتصادية وتجارية مع ليبيا بما يحقق زيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين. احنا كاتحاد الغرف في ليبيا نتواصل مع كل الغرف والاتحادات على مستوى العالم، ونرى ان هناك تقصير كبير جدا في العمل مع اتحاد الغرف التركي ومع الغرفة التركية. خلال العامين الماضيين استقبلنا عديد الوفود من الدول الأوروبية من ألمانيا ومن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ولم نرى وفدا واحدا يأتي من اتحاد الغرف التركية أو من غرفة إسطنبول إلى ليبيا. نحن نريد إيصال رسالة لرئيس اتحاد الغرف التركي بأن نحن كاتحاد غرف ليبيا نريد التعاون معهم ونريد فتح المجال للوفود، وأيضا نريد أن ننشئ غرفة ليبية تركية مشتركة. قال رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب محمد الفقي أن الطاقة التصميمية للإنتاج تبلغ حوالي 1.25 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن المصنع وصل في الوقت الحالي إلى إنتاج حوالي 1.4 مليون طن سنويا. وأشار الفقي في لقاء خاص بث على قناة ليبيا الأحرار أن متطلبات السوق الليبية في الوقت الحالي لا تتعدى 500,000 إلى 800,000 طن بفائض لا يقل عن 0.5 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن أسعار بيع القنطار الواحد من الحديد متوازية وتسهم في سد حاجة السوق المحلي وتقي من عمليات التهريب إلى الخارج، مؤكدا أن سعر 275 دينارا للقنطار الواحد مناسب للسوق في ليبيا. طبعا الشركة الطاقة التصميمية للإنتاج حوالي 1.25 مليون طن، يعني وصلنا إلى إنتاج حوالي 1 مليون طن. طبعا الطاقة الإنتاجية عندنا تصل إلى حوالي 1.4 مليون طن في السنة، بينما متطلبات السوق المحلي خلال السنوات الماضية وحتى خلال السنوات القريبة القادمة لا يتعدى 600,000 أو 700,000 طن، قول أقصى رقم يوصل ممكن 800,000 طن. فهذا يعني أن لدينا فائض للتصدير لا يقل عن 500,000 طن في السنة. وفي موضوع آخر، أوضح الفيجي أن عدد العاملين في شركة الحديد والصلب يصل إلى حوالي 7,000 عامل، مشيرا إلى أن متوسط مرتباتهم بالمزايا والمكافآت يصل إلى نحو 4,700 دينار. متوسط المرتبات، يعني نقول لك مثلا لو خذينا سنة 23، توا النصف الأول من سنة 23 باعتبار هذا الأقرب، يعني ولو بنحسب المرتبات المرتب الأساسي اللي يتقاضاه العامل بالإضافة إلى المزايا والعلاوات الأخرى بالإضافة إلى المكافآت الاستثنائية، والأرقام هذه موجودة عند الإدارة المالية، أظني في حدود 4,700 دينار كمتوسط في الشهر. يعني متوسط المرتب لموظف في الشركة اللي هي حديد الصلب 4,000 دينار؟ 4,750 ممكن متوسط المرتب العامل في الشهر. بحثت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شدر الصيد مع رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، بحثت الصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين إلى مصر. الاجتماع تناول كذلك العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات الليبية للدخول إلى السوق المصرية، حيث تم بحث تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري. أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويش ضرورة الالتزام بتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية وتحديدا اتفاقية تأمين العربية الموحدة.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب في دورته العادية 112 في القاهرة، حيث أشار الحويج إلى ضرورة دعم ليبيا لمقترح المنظمة العربية للتنمية الزراعية بخصوص البرنامج المستدام للأمن الغذائي والدوائي وضرورة إزالة العراقيل أحادية الجانب من الدول العربية. اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره الفلسطيني خالد العسيلي على إقامة معرض صنع في فلسطين على أرض معرض طرابلس الدولي. جاء ذلك في لقاء على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة، على أن يكون المعرض تحت إشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. عقدت لجنة حصر العمالة في بلدية الجديدة اجتماعها الأول لبحث حصر العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وحصر العمالة الوافدة. وعقب الاجتماع انطلقت عمليات التفتيش على الورش ومصانع البي في سي والرخام والمخابز، حيث تستمر الحملة في كل من مصحات وعيادات وصيدلات ومصانع الغاز وكل ما يتعلق بقطاع الصحة الخاص بالبلدية. كشفت شركة البريك لتسويق النفط والغاز عن توزيعها لأكثر من 6 ملايين لتر من البنزين في العاصمة طرابلس وضواحيها. أما في المنطقة الشرقية فقد أوضحت الشركة أنها وزعت أكثر من 5 ملايين لتر من البنزين، بالإضافة إلى 4 ملايين لتر من الديزل من مستودع راس المنقار بمدينة بنغازي. اختم جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، على عودة لأني لزميلين أزمة خديجة. شكرا حمزة. وقعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتطوير الإنتاج وإكثار البذور المحسنة. وقالت حكومة الوحدة أن الاتفاق الذي وقع في مصر يركز على تعزيز دور مركز البحوث الزراعية وهيئة الرقابة على الأصناف واعتماد البذور. كما أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية بين منظمة التنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة بهدف تزويد البلاد ببذور القمح المحسنة التي أنتجتها أو انتجها المركز سابقا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. إذن الآن إلى الأخبار الرياضية التي يصحبنا فيها الزميل مازن. شكرا لكما. جولة في آخر الأخبار الرياضية، أهلا بكم. يواصل المنتخب الوطني وتدريباته ببنغازي تحضيرا للقاء غينيا الاستوائية الأربعاء القادمة بملعب شهداء ابنينا في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا. تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم شهدت التحاق كامل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من المدرب الوطني سالم أجلالي، والذي يقود دفة قيادة المنتخب الوطني بشكل مؤقت إلى حين إعلان الاتحاد الليبي عن اسم المدرب الجديد والذي سيقود المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026. يشار إلى أن المنتخب الوطني فقد كل فرصه في التأهل إلى أمم إفريقيا المقامة مطلع العام القادم بالكوت ديفوار. على هامش التحضيرات قال مدرب حراس المنتخب الوطني محمد البوسيفي أن اختيار الحراس كان خليطا بين حراس منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، محاولين صنع توليفة جيدة لمنح الفرصة للاعبين الشباب. قلنا نضع التوليفة الجيدة اللي تكون يعني نقولوا نعطوا فرصة لأكبر عدد من الشباب الصغار في السن اللي لهم تجربة في المنتخب الأولمبي ولهم تجربة في منتخب الشباب. يعني الشباب الموجودين كلهم عندهم يعني في رجليهم مباريات دولية، ويقدروا يعني مش غريبة عليهم المحافل الدولية، ويقدروا إن شاء الله يقدموا الإضافة. والاستراتيجية اللي وضعها اتحاد الكرة إن شاء الله تستمر، وباش نشوفوا يعني جيل جديد للكرة الليبية أو للمنتخب الوطني. يعقد الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعا هاما في العاشر من الشهر الجاري لتحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز والإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب الأول. اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس،
وذلك للكشف عن برنامج الموسم الجديد المتوقع انطلاقه نهاية سبتمبر الحالي أو بداية أكتوبر القادم. كما من المفترض أن يعلن اتحاد الكرة بعد هذا الاجتماع عن المدرب الجديد، وذلك بعد طرح أكثر من اسم فرنسي وبلجيكي. أما في أخبار التعاقدات، فتعاقد الخمس مع اللاعبين محمد عياد ومحمد فتحي تحضيرا للموسم الجديد من الدوري الممتاز. إدارة الخمس تعمل على تعزيز فريقها بالأسماء المتاحة في سوق الانتقالات للظهور بشكل أقوى في الموسم، أقوى من الموسم الماضي والذي تفادى فيه الخمس الهبوط بأعجوبة في الجولات الأخيرة. وتأتي صفقتي محمد عياد ومحمد فتحي بعد أيام فقط من إعلان الخمس تعاقده مع أربعة محترفين، وهم الموريتانيين سيدي بابا وسيدي يعقوب والكونغولي جون مارك موكوسو والتونسي حلمي الجويدي. وفي ميركاتو كرة السلة، تعاقد المروج مع المدرب التونسي رياض بن عبد الله لتدريب الفريق في الموسم القادم. إدارة المروج اختارت المدرسة التونسية بالتعاقد مع رياض بن عبد الله لما يمتلكه التونسي من تجارب محترمة في تونس بتدريبه لفرق الاتحاد المنستيري والزهراء والنجم الرادسي، بالإضافة إلى تجاربه مع فرق شبيبة القيروان والملعب التونسي والشرطة مع تجربة خارجية وحيدة في المسابقة السعودية. أوقعت قرعة كأس إفريقيا للكرة الطائرة، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة رفقة الكاميرون وكينيا والمنتخب الغني. منتخبنا ورغم وقوعه في مجموعة قوية سيحاول تحقيق نتائج جيدة على غرار نجاحه في بطولة العرب وتتويجه بالميدالية الذهبية في يوليو الماضي. يفتتح لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية سعيد الحاسي الأحد يفتتح مشاركته في بطولة العالم للناشئين والمقامة برومانيا. الحاسي سيفتتح مشاركته في منافسات تحت وزن 120 كيلوغرام ليكون الظهور الثاني للاعبي منتخبنا في البطولة بعد مشاركة عبد السلام الطالب ونيله المركز الخامس في منافسات وزن 66 كيلوغرام. تتواصل ببنغازي الدورة التكوينية الأولى لمختصي التوعية والتثقيف لمكافحة المنشطات بإشراف من منظمة شمال إفريقيا لمكافحة المنشطات. الدورة تستهدف الأساتذة والمحاضرين في المجال الطبي والصيدلة والعلوم الرياضية، وذلك بمشاركة 32 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس من مختلف المدن الليبية. طبعا تكوين هذا الكادر من مهامه زياده عمل التوعوي للجنه، حيث الكادر الحمد لله اليوم تم استقطاب اكثر من 32 استاذ عضو التدريس من الجامعات الليبيه، سواء كانت من جامعه الزاويه ومن سبها، من درنا، من البيضه، من بنغازي، من جدابية، من سرت، من مصراته، من زليطن، من طرابلس، حيث باذن الله سيكون المحاضرون اللي تم اعطائهم هذه الدوره عمليه المكثفه لمده يومين بأن يكونوا من المحاضرين المعتمدين محليا ودوليا. وصلنا إياكم مشاهدينا لختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، مرة أخرى أعود إلى أزم وخديجة إليكما. شكرا لك مازن. قم صباح السبت حفل بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة من منتسبي قوة مكافحة الإرهاب بمقر المعسكر 307 بمدينة مصراتة وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية. هذا واشتمل حفل التخرج على استعراض المشاة وعروض لعمليات الاقتحام والعمليات النوعية. وحضر الحفل إلى جانب رئيس حكومة الوحدة وزير العمل والتأهيل ورئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة وعدد من قيادات وضباط الجيش. في سياق ذاته قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن عهد الحروب قد ولى ولن يعود وإن الحكومة ستقطع أسباب الفتن مهما اشتدت. هذا وأكد رئيس الحكومة في كلمة له خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب عزم الحكومة على الوقوف بالمرصاد لمن يزعزع أمن المواطن والوطن ومقاتلة المتربصين عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير بحسب تعبيره. إنني مجددا وعلى ما رأى ومسمع من حماة الوطن ومستقبلي من الطلبة الخريجين وأكد لكم إن عهد الحروب قد ولى، نعم ولى ولن يعود بعون الله، مهما اشتدت الفتن فإننا سنقطع أسبابها، سنقف المرصاد
نعم المرصاد أمام من يزرع ويجادع أمن المواطن والوطن، وبعون الله كالقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع تنمية وتطوير وإسعاد كل أبناء هذا الوطن. أكدت الأمم المتحدة أن ليبيا أحرزت تقدما بنسبة 80% لحل مشكلة النزوح الداخلي. وقال المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي روبرت باير الذي زار طرابلس وبنغازي مؤخرا، قال إن السلطات تمكنت من توطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار. أشار المستشار الأممي لأنها اتخذت جملة من التدابير أهمها تعزيز الاندماج الاجتماعي وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن 10 حالات من مصابي التسمم في مدينة الخمس تم نقلهم إلى مستشفى طرابلس المركزي. وأوضح علي في مداخلة سابقة مع الأحرار أن مستشفى الخمس استقبل نحو 62 حالة، مضيفا أن 17 من المصابين بالتسمم تم إيواؤهم بالمستشفى، بينهم 6 أطفال. كما أشار الناطق باسم الجهاز إلى أن حالات التسمم أصبحت مؤخرا تحدث بشكل شائع نظرا لوجود كثير من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والآليات الخاطئة في التخزين. قال مركز الرقابة على الأغذية إن مفتشي المركز أجروا مسحا تاما لمطبخ خاص بإحدى صالات الأفراح بمدينة الخمس. وأوضح المركز أن الفرق التابعة له توجهت إلى عين المكان بعد ورود بلاغ عن حالات التسمم بمدينة الخمس بلغت قرابة 48 حالة. كان رئيس قسم الطوارئ بمستشفى الخمس التعليمي علي الحضيري أفاد بارتفاع حصيلة حالات التسمم التي وصلت للمستشفى إلى 85 حالة. أفادت الشركة العامة للكهرباء بسقوط أبراج نقل الطاقة لخط 66 كيلو فولت والذي تسبب في فقدان التغذية في مناطق أباري. أوضحت الشركة أن الذي جاء أو ذلك جاء إثر التقلبات الجوية التي تأثرت بها عدة مناطق بالجنوب الغربي كانت مصحوبة بعواصف رملية شديدة، مضيفة أن فرقها تعمل على إنشاء خط مؤقت لتغذية المناطق والعمل على تجديد أبراج جديدة بدل المنهارة. أعلنت وزارة الصحة إنشاء أكبر قسم حضانات بالمنطقة الجنوبية داخل مركز سبها الطبي وتجهيزه بأحدث الأنواع وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة متابعة الوظائف الحيوية. أوضحت الوزارة أن السعة السريرية للقسم تبلغ 30 حضانة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة مكتمل النمو والخدج تحت إشراف مجموعة من الكوادر المؤهلة والاختصاصيين ذوي الخبرة في هذا المجال. أعلنت مديرية أمن طرابلس أن عدد المطلوبين الذين قبض عليهم خلال الفترة من 23 وحتى 30 من أغسطس الماضي بلغ 82 مطلوبا. وأشارت المديرية في بيان لها إلى استمرار التمركزات الأمنية لتأمين العاصمة تنفيذا للخطة الأمنية المعدة من قبل المديرية بشأن المحافظة على الاستقرار وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. أعلنت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية العثور على قذيفتي هاون بمزرعة لأحد المواطنين بمدينة ترهون. أوضحت الهيئة في بيان لها أن الفرق الفنية التابعة لإدارة معالجة المتفجرات قامت بإزالة القذيفتين من المزرعة ونقلهما إلى مكان التخزين إلى حين إتلافهما لاحقا بحسب الهيئة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. نترككم مع حوارية الليلة والزميل نبيل. إلى اللقاء. أي عوائق أمنية مستقبلا أمام الانتخابات الكبرى؟ وما الذي سمح بالصغر للبلديات مثلا في مناطق دون غيرها
وهل البلاد مستعدة فعلا لحماية الصناديق والاستحقاق عامة؟ بعد الفاصل.